أكشن. ده ألين، راجل بنعرف ان هو مسجون من ايام الحرب العالمية وبتاع، وبنعرف ان هم سجنينه عشان هو لا مؤاخذة دبلة، وبعد كده بنشوفه هو قاعد مع رئيس المخابرات السرية وبتاع، ورئيس المخابرات السرية بيتكلم معاه، وبنعرف ان ألان عبقري رياضيات، ورئيس المخابرات السرية بيكون بيتكلم مع ألان عن فك شفرة معينة في اجهزة الاتصالات بتاعت ألمانيا، وألان بيبدأ ان هو يتكلم معاه وبتاع، وفي الاخر ألان بيوافق على العرض بتاع رئيس المخابرات. وبعد ما رئيس المخابرات بيقول له على المعلومات بتاعت المهمة، بيقول له ان هو هيكون له فريق عمل من الجواسيس المحترفين عشان يشتغلوا معاه، وألان بيبقى مش مرتاح في فكرة ان حد يشتغل معاه وبتاعه، بيبقى عايز يشتغل لوحده. وبعد كده بنشوف ألان في المكتب ومعاه الفريق اللي عينهوله رئيس المخابرات، وهو بيبقى بيتعامل معاهم وكأنه مش شايفهم وبتاعه، وده بيخليهم ان هم فاهم يقولوا الواد التنك ده مالك ألان، انت دبل ولا تنك علينا ليه ولا. وبعد كده بنشوف ألان بعد ما بيخلص الاختراع بتاعه وبتاعه، وبعد كده بيرجع لرئيس المخابرات تاني، بس رئيس المخابرات المرة دي بيرفض ان هو يموله عشان اليومين دول حالة حرب وبتاع، وان هم هيستثمروا في السلاح افضل من ان هم يستثمروا في جهاز مش عارف ايه اصلا اللي انت بتقول انت دبل ليه. المهم ان ألان بيتعصب، وبعد كده بيطلع على مكتب رئاسة الجمهورية وبيسيب خطاب هناك، وبيطلب في الجواب ده ان هو عايز الدولة تنفق على المشروع بتاعه وتستثمر فيه، وفعلا بيعدي فترة والدولة بتوافق ان هي تنفق على المشروع بتاع ألان وتستثمر فيه. وبعد كده بنشوفه في مكتب تبع رئاسة الدولة وبتاعه، بيبقى مع الفريق بتاعه، واثناء ما هو هناك بيرفض اتنين من الفريق بتاعه، وبكده عدد الفريق بتاعه ابتدى ان هو يقل. وبعد كده كلهم بيرجعوا على المكتب وبيتكلموا عن الاثنين اللي فصلهم وبتاع، وبيقولوا له كده كده اصلا احنا كنا خمسة وعايزين نفك الشفرة الألمانية، واحنا اصلا مش عارفين، وانت عمال مركز في الاختراع بتاعك دوت ومش بتساعدنا، ولا حتى بتخلينا نساعدك، ولا حتى بتفهمنا انت بتعمل ايه. بس ألان بيفضل منفض لهم وبتاعه، مش بيرد على اسئلتهم. وبعد كده بنشوف ألان وهو بيعمل حاجة زي كلمات متقاطعة، وبعد كده بيروح بينشرها في الجرايد، وبنعرف ان الكلمات المتقاطعة دي عبارة عن اعلان لشغل، وان هو محتاج فيه ناس اذكياء جدا، والناس اللي هتقدر تحل بس الكلمات المتقاطعة دي هم بس اللي هيتقبلوا في الشغلانة اللي ألان عايزهم فيها. وبعد كده بنشوفه هو قاعد في المقر اللي هيروح يستقبل فيه الناس اللي بتقدم على الوظيفة، وفي وسط الناس دي بنشوف البنت دي، وبنعرف ان اسمها جوان، وبتبقى هي كمان جاية مقدمة على الوظيفة اللي ألان كان بيعلن عنها. وبعد كده ألان لما بيوصل وبيلاقي ان العدد كبير جدا، بيبدأ ان هو يعمل لهم مسائل تانية واختبارات تانية عشان يصفي منهم، لحد ما بيوصل لأصعب مسألة المفروض ان هو مديلهم وقت فيها 6 دقايق، وبنتفاجئ بجوان ان هي الوحيدة اللي حلت المسألة في اقل من 6 دقايق، لحد ما بيعدي كمان 6 دقايق ومفيش ولا واحد غير جوان بس هو اللي عرف يحلها، وفي الاخر جوان الوحيدة هي اللي بتتقبل في الشغلانة. وبعد كده بيتفق مع جوان على الشغل، وبنعرف ان اهل جوان مش عايزينها تشتغل مع رجالة، بس ألان بيبقى شايف ان جوان فعلا بنت موهوبة، فبيروح لأهلها البيت وبيحاول يقنعهم بفكرة ان هي تشتغل معاه، وبيوعد اهلها ان هي مش هتشتغل مع رجاله اصلا، وكل الناس اللي هتشتغل معاها هيكونوا بنات بس. وبعد مناقشات طويله في الاخر اهلها بيوافقوا. وبعد كده بنشوف جوان وهي مع البنات اول يوم ليها في الشغل، وهي رايحه المقر عشان تستلمه. وبعدها لما بندخل جوه المقر بنشوف ألان وهو قاعد مع الفريق بتاعه، والفريق بتاعه بيبقى كل يوم بيحاول ان هو يفك الشفره الالمانيه وبيفشل، لحد ما في الاخر واحد منهم بيتعصب، وألان لما بيتكلم معاه فالواد كمان بيتعصب على ألان، وبيقول له جهاز بتاعك ده انت مش مفهمنا في حاجه، ولا احنا فاهمين اي حاجه، وعمالين يفشل وناس بتموت، وانت اصلا عيل دبله. فألان بيقول له معلش. وبعد كده بنشوف ألان وهو قاعد مع جوان، وبيبقى قاعدين هما الاثنين بيتكلموا مع بعض، وبيقول لها ان الجهاز اللي هو بيخترعه ده اسمه كريستوفر، وهو مسميه كريستوفر عشان كريستوفر دوت اسم صاحبه اللي كان معاه في المدرسه، وصاحبه ده كان على طول بيحميه من التنمر عشان هو كان عيل بيتنمر عليه عشان هو دبله في المدرسه. وبنعرف ان صاحبه كريستوفر ده كان هو بيبعت له على طول رسائل مشفره وبتاع، تقريبا كان هو البوي فريند بتاعه يعني مش عارف اقول لهم ايه. المهم ان هو اتعلم الشفرات عشان كان بيبعت له رسائل مشفره زمان ما حدش يعرف يفهمها غيره. ولما صاحبه كريستوفر اتوفى فقرر ان هو يخترع الجهاز ده ويسميه باسمه عشان يخلد اسمه بقى وبتاع، والله شكله هو اللي كان بيعملها معاك يا اسطى، ينجس ينجس. وفي مره تانية برضو بنشوفه هو قاعد مع جوان، وجوان بتقول له انت ليه بتشتغل لوحدك على طول، مش بتخلي التيم بتاعك يشتغل معاك؟ فبيقول لها بص انا بحب اعمل كل حاجه بايدي وبتاع. المهم ان جوان في الاخر بتقول له ان العمل الجماعي بيبقى اسرع وبيسيف وقت وبيوفر وقت والشويتين دول، فبيقعد يقلبها في دماغه كده وبيقول لها ماشي انا هسمع كلامك ونشوف الدنيا. وفعلا بعد كده بنشوف ألان وهو بيحاول ان هو يقرب من الفريق بتاعه وبتاع، وعلاقته بفريقه بتبدا ان هي تتحسن واحده واحده، لحد ما بعد كده بنشوف رئيس المخابرات الكبير بقى وهو راجع له تاني بيتكلم معاه، وبيقول له يوقف المشروع اللي هو بيخترع فيه دوت عشان هم عمالين يصرفوا عليه فلوس كتير ولحد دلوقتي مش لاقيين منه نتائج. فيا اسطى ايه بقى فركشتنا الليله دي كده ولمها لنا عشان كده انت ايه بتاخد فلوس كتير وكده خلاص بقى وقف الدنيا. فألم بيقول
بيقول له ان هو مش هيوقف الدنيا وان هو ده اختراع حياته وبتاعه. في الاخر الرئيس بيقرر ان هو يمشيه، ومن هنا التيم بتاعه بيبدا ان هو يقف جنبه وبيقول للرئيس لو انت مشيت ألان احنا كمان هنمشي ومحدش فينا هيشتغل من غيره. وكل زمايله بيبداوا ان هم يضغطوا على الرئيس لحد ما في الاخر الرئيس بيديهم مهله شهر وبيقول لهم في خلال شهر اللي انتوا شغالين فيه دوت لو ما لقيتش فيه نتائج فكده انا هضطر بقى ان انا اوقف المشروع بتاعكم ده خالص وانتوا هتشتغلوا اجباري. وألان والموظفين بيقبلوا التحدي، وبعد ما الرئيس بتاعهم بيسيبهم وبيمشي بيقعدوا كلهم بقى يضحكوا مع بعض وبتاع، وبعد كده بيشوفوا هيعملوا ايه في الشهر ده عشان يخلوا الجهاز يشتغل. وبعد كده بتشوف ألان وهو قاعد مع جوان، وجوان بتقول له ان هي مضطره تسيب الشغل وترجع بلدها عشان اهلها عايزينها ان هي تتجوز. فألان بيعرض عليها ان هو يخطبها وبتاع وبعد كده في المستقبل يتجوزها، وجوان بتوافق على العرض بتاعه. وكمان بنعرف ان جوان من اول ما شافته وهي كانت معجبه بيه. وبعد كده بنشوف ألان وجوان والفريق وهم سهرانين بيحتفلوا عشان جوان هتتخطب بقى لألان وبتاع، بس ألان مره واحده كده بيتكلم جد وبيقول لهم بس انا لقيتها وبتاع وعرفت الجهاز لحد دلوقتي مش عايز يشتغل ليه، وبياخدهم كلهم وبيطلعوا على المكان اللي فيه الجهاز وبيبدا يعمل شويه حاجات كده لحد ما فعلا في الاخر الجهاز بيشتغل. وابتدوا ان هم يجربوه على الجيش الالماني وبتاع، وفي الاخر بيكتشفوا ان فعلا الجهاز نجح في فك الشفرات الالمانيه، وكلهم بيبقوا مبسوطين لان هم في الاخر طلعوا نتيجه مقابل التعب اللي تعبوه في اختراع الجهاز ده. وبيجوا تاني يوم الصبح مقر بتاع الشغل بتاعهم اللي فيه الجهاز وبيشغلوا الجهاز، وبيعرفوا ان المانيا بتبعت رساله سريه للجيش عشان يروحوا يدمروا مقر عسكري معين للجيش البريطاني. واحد من الفريق بيقترح ان هم يبلغوا القيادات وبتاع، بس ألان بيرفض ان هو يبلغهم عشان لو بلغ القيادات وفعلا صدوا للخطه اللي المانيا عايزه تعملها عليهم فبكده المانيا هتفهم ان هم بيفكوا الشفرات بتاعتهم وتعبهم كلهم هيروح على الفاضي. وفي الاخر الفريق كله بيضطر ان هو يسمع كلام ألان. وبعد كده بنشوف ألان وجوان وهم قاعدين مع ناس من مكتب رئاسه الدوله، وألان بيتكلم مع المسؤول اللي هناك وبيقول له على الجهاز بتاعه وبيقول له ان هو لازم يشتغل في سريه تامه، وبيتفق معاه ان المكتب بتاعه اللي هو بيحاول يفك الشفرات يشتغل عادي ويفشل زي ما هم، وان ألان والتيم بتاعه هيشتغلوا في المقر عندهم ومحدش هيعرف عنهم اي حاجه عشان في حاله ان المانيا لو شكت فيهم ما تعرفش المقر بتاعهم الرئيسي فين. وفي الاخر المسؤول بيقتنع بكلامه وبيوافق. وبعد كده بنشوفهم فعلا ان جهاز المخابرات بتاعهم في ناس كتير شغاله في قسم التجسس وكلهم ما لهمش اي لازمه، وألان والفريق بتاعه هم قاعدين في المقر بتاعهم وشغالين والدنيا معاهم زي الفل. وبعد كده بنشوف ألان وهو بيتكلم مع جوان وبيحاول ان هي تخليها تسيبه وتمشي، وبيقول لها بسبب الشغلانه اللي هو فيها وبسبب الجهاز ده ان حياته ممكن تبقى في خطر وهو مش عايز يأذيها باي طريقه او هي تتأذى بسببه قدام في المستقبل عشان فاهمه مش عايزك تتأذي بسببه خلاص. فجوان بتقول له انا عارفه ان كده كده المستقبل معاك اسود قدام، وانا عارفه ان انت ممكن تموت مقتول، بس انا مكمله معاك بقى في ابيض اسود، انا معاك وخلاص. فبيقول لها بنتي يهديك يرضيك، هي ابدا رجل على رجل امك مش هسيبك. فلما مش بيلاقي معاها اي حلول ان هي تسيبه وبتاع، فبيقول لها بصي انا بصراحه كل ده انا اصلا كنت بستغلك وبتاع، وانا اصلا مش بحبك ولا حاجه. فجوان بتقول له ايه ده بجد؟ طب كش. وفي الاخر بتنفصل عنه هو شخصيا وبتبقى ملهاش علاقه بيه، ولكن مش بتسيب الشغل بتاعها في المقر بتاعه. وبيعدي فتره وبنشوف الحرب العالميه بعد ما انتهت وبتاع، والشعب الانجليزي فرحان، وبنرجع لألان والفريق بتاعه كلهم بيبقوا مبسوطين وان هم كسبوا الحرب بفضل ألان والفريق بتاعه عشان هم الفريق اللي كان شغال على فك الشفرات الالمانيه وبتاع والكلام دوت. وفي الاخر بيجي لهم الراجل اللي تبع مكتب رئاسه الدوله وبتاع، بيتكلم معاهم وبيقول لهم ان المشروع ده سري وان اي حاجه عملتوها عشان الاختراع دوت لازم ان هي تتقطع وتتحرق وتتمحي الوجود تماما، وبيمنعهم كمان من ان هم يتواصلوا مع بعض او ان هم يتكلموا مع بعض او يشوفوا بعض، وده عشان الامن العام وسريه المهمه بتاعه الجهاز اللي ألان اخترعه. وبعد كده بنشوف ألان وهو قاعد مع المحقق وبتاعه، بيبدا بقى ان هو يحكي له قصه حياته ومش عارف ايه والشويتين دول، وبنشوف الجرايد وهي بتهاجم ألان عشان هو عيل دبله يا بسكليتة. وبعد كده بنشوف جوان وهي عند ألان في البيت، وبنعرف ان هي اول مره تزوره بعد فتره، وبتشوفه وهو حالته الصحيه وحشه جدا، وفي نفس الوقت بتشوف ان ايده كمان بتترعش، فبتساله مالك وبتاع، فبيقول لها ان المحكمه اديته دواء عشان هو كان عيل دبله قبل كده وبتاع، فدي بتنهي الاعضاء التناسليه بتشافها انت فاهم. المهم ان هو ايه عمل ذنب يعني كبير في حياته وهيخش عليه النار شوي كده عشان ما ينفعش فيش ذكر مع فيش ذكر فاهم، والعلاج اللي اديته له المحكمه هو اللي بيعمل فيه كده وبيخليه يحصل في الشويتين دول، وبيقعد يعيط وبتاع، وجوان بتقعد تواسيه وبتقول له البلد كلها دلوقتي بقى ما فيش ناس كتير بتموت بسببك وانت انهيت حرب وانت سبب اكتشاف عظيم وبتاع فاهم، بتقعد ايه تطبل له شويتين كده عشان تطيب بخاطره. وبعد كده هو بيهدى بقى وبيقعد يبص لها كده وبتاع فاهم، والدنيا تمام. وبعد كده بنبدا نشوف صور بقى الالن الحقيقي، وبنعرف ان دي قصه حقيقيه وان الجهاز دوت بقى هو الجهاز اللي المفروض كانوا بيقارنوه زمان بعقل البشر بقى وبتاع فاهم، والشويتين دول الراجل ده لو لسه عايش لحد النهارده لو كان شاف الارتفيشال انتليجنس او الاي اي او الذكاء الاصطناعي، انا بس بقول اسم المنتج بلاقيه فعلا عندي اصلا فاهم على الفيسبوك ما اعرفش ازاي فاهم. فالراجل ده لو لسه عايش لحد دلوقتي فهيشوف اللي هو الاساس بتاعه وصل لحد
لحد فين وهينبهر. بس بسبب الانبهار والاختراعات بقى اللي دارت بعد كده من بعدين، انت دلوقتي بتشوفني من عن طريق الشاشه اللي حضرتك فيها دي، ففي لايك سبسكرايب فعل زر الجرس اتفرج على اللي فات السنه اللي جايه، فاهم الراب اللي بقوله لك كل مره ده؟ والشير طبعا والكومنت، فاهم شويتين بتوع كل مره دول يعني، فاهم؟ كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي. انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.